بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن توزيع درجات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، ومعنا خبر بيهم طلاب الثانويه العامه بالنسبه لدرجات الرأفه. دلوقتي اول حاجه، من السؤال الاول حتى السؤال الثالث درجه واحده، من السؤال الرابع حتى السؤال السادس درجه واحده، من السؤال السادس السابع حتى التاسع درجتين، السؤال العاشر درجه واحده، السؤال ال11 حتى ال15 درجه واحده، السؤال ال16 درجتين، السؤال ال17 وال18 درجتين، السؤال ال19 حتى السؤال ال21 درجه واحده، من السؤال الثاني وال20 حتى الرابع وال20 درجه واحده، من السؤال 25 27 درجتين، السؤال 28 حتى 33 درجه واحده، السؤال 34 درجتين، السؤال 37 حتى 42 درجه واحده، السؤال 43 حتى 45 درجتين. طبعا الخبر اللي بيهم كمان طلاب الثانويه العامه بالنسبه لدرجات الرأفه، ان درجات الرأفه 10% من درجه الامتحان الاصليه. طبعا درجات الرأفه للناس اللي هي محتاجاها، يعني مثلا لو ماده عليها 50 درجه يبقى هنا درجه الرأفه 5 درجات للناس اللي هي محتاجه درجات الرأفه، وهكذا انت بتقيس على كل المواد كده. المادة اللي عليها 60 هيبقى درجات الرأفة 10% هتبقى 6 درجات. طبعا بكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، عشان اي حاجة بخصوص امتحانات الثانوية العامة اللي فاتت او اللي جاية، بخصوص نماذج الاجابة او درجات اجزاء من الاسئلة، نبلغكم عليها اول باول. اي حاجة احنا ان شاء الله نعرفها نبلغكم عليها اول باول. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.